يا أيمن. أه فندم. أنت يا ابني بتتاجر في الهيروين؟ لا يا فندم حضرتك والله. إيه موضوع الدراجة البخارية دي؟ دراجة ساعتها ما مش معايا دراجة يا فندم. اللي هي الموتوسيكل يعني. كانش معايا حضرتك موتوسيكل. كانش معاك موتوسيكل ملوش لوحات معدنية كنت واقف بيه؟ لا يا فندم ما بتاكل من بيتي حضرتك. طيب اتفضل يا جماعه. بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين، صدق الله العظيم. يلتمس الدفاع الحاضر مع المتهم القضاء ببراءته مما هو منسوب اليه تاسيسا على اولا الدفع بتجهيل مكان الواقعه وعدم تحديد الشارع او المكان الذي كانت فيه، كما دفع ثانيا ببطلان القبض والتفتيش لانعدام حاله التلبس ومحاوله اختلاقها من جانب محرر المحضر، كما دفع ببطلان التفتيش لتجاوزه حدود التفتيش الوقائي، كما دفع بتناقض أقوال محرر المحضر بين محضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة، كما دفع باختلاف الأحراز بين ما قيل بضبطه مع المتهم وما تم عرضه على النيابة العامة والمعمل الكيماوي، كما دفع معليكم بإقرار محرر المحضر بالتحقيقات أن القوة المرافقة لم يشاهدوا واقعة الضبط وانفرد وحده بالشهادة، كما دفع بعدم معقولية تصوير الواقعة على النحو المسطر بالأوراق، كما دفع ببطلان الإقرار المنسوب للمتهم بمحضر الضبط حال كونه لم يصدر منه ووريد إجراءات باطلة، كما دفع بقصور تحقيقات النيابة العامة فيما يتعلق بالتهم الثانية والثالثة والرابعة المنسوبة للمتهم حال خلو الأوراق من استعلام عن الدراجة البخارية، هل هي مرخصة من عدمه؟ وهل منصرف لها لوحات من عدمه؟ وهل مبلغ بسرقتها من عدمه؟ كما دفع ببطلان الدليل المستمد من تقرير المعمل الكيماوي لعدم بيان نسبة المخدر المستهلكة في الفحص. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدة رئيس هيئة المحكمة الموقرة، بداية سيطر السيد الضابط مصطفى النخال والذي عرضت له كثير من القضايا أمام الهيئة الموقرة بأنه حال مروره بالشارع تلاحظ له وقوف أحد الأشخاص، ومعليكم عند هذه النقطة وقوف أحد الأشخاص وإحدى الدراجات النارية، وما قاليش المتهم ممسك الدراجة ولا راكب الدراجة ولا مستقل الدراجة عشان أتعرض له. النهارده معليكم قانون المرور قال إن أنا بقى الشخص الذي يقود دراجة بخارية بدون لوحات أو بدون رخصة قيادة أو تسيير أنا ما أقودتش. سير الضابط وعلى حد لفظه بيقول المتهم واقف، وقوف المتهم ومعليكم وقوف المتهم إحدى وما قاليش علاقته إيه بالدراجة البخارية بقى معليكم. يعني النهارده الأوراق اللغة العربية معليكم حتى في المحضر تلاحظ لنا وقوف أحد الأشخاص نقطة إحدى الدراجات البخارية، طب أنا علاقتي إيه بالدراجة البخارية؟ لا انا بقود الدراجه البخاريه اللي بيقودها ولا انا ممسكها ولا انا قاعد عليها معاليكم، ايه علاقتي النهارده بقود الدراجه البخاريه وقوف احد الاشخاص نقطه احدى الدراجات البخاريه ولم يقرر ليه علاقه بها معاليكم. ايضا النهارده معاليكم السيد الضابط بيسطر لي ايه؟ ان هو سال المتهم عن اوراق الدراجه البخاريه، ومعاليكم هذا اللفظ يصدر من شخص عام انما يصدر من شخص متخصص وضابط ايه هي اوراق الدراجه البخاريه؟ انا عليك يا بطل بلتمس براءه المتهم عليك يا منصور. بس معاكم حضرتك استناد يعني المتهم دي فيها ايه الحفظ يا استاذ؟ انه متزوج يعني اسره متزوج وعنده اولاد ويعولهم بما يرضي الله عليه. كم؟ اتفضل يا استاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. قضاء الأحكام. أيمن كمال فرج دهين. يا أيمن. أه فندم. أنت يا ابني بس إحنا ادينا لك براءة لأن الضابط قال إن هو ظبطك وأنت راكب على الموتوسيكل. وبالتالي انت كده معكش رخصه وان الموتوسيكل ما فيش عليه لوحات معدنيه فانت لم تكن تقود هذه الدراجه. تمام؟
فالقبض عليك كان باطل، عشان كده حكمت المحكمة ببراءة أيمن كمال فرج دهين مما أسند إليه. يعني القبض باطل، بس أنت خدت المخدرات ممكن تكون بتاعتك، فإذا كانت المخدرات دي بتاعتك فعلا امشي كويس. مفهوم؟ حاضر يا فندم.